إلى ذلك بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليماني للإصلاح برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود. وقال اليدومي في برقية العزاء: إننا إذ نعزيكم يا جلالة خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي لنعبر عن حزننا وبالغ أسانا بهذا المصاب، ونبعث عن خالص العزاء للأسرة المالكة ولأهل الفقيد ومحبيه وللحكومة وللشعب السعودي الشقيق، سائرين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.